أخبار اليوم. عايزين نتكلم عن أحداث الدفاع الجوي إن شاء الله طبعا هتوافق 8 فبراير بإذن الله. إيه استعداد وايت نايتس لليوم دوت؟ والله استعداد الوايت نايتس في اليوم ده، احنا يوم 8 دي يعتبر الذكرى الأولى لينا، وحتة اللي هم الناس الشهداء بتاعتنا، احنا يعني هنروح طبعا بقلم القيادات طبعا عارفة اللي احنا هنروح الدفاع الجوي الممر طبعا هنروح عن المورد ونقرا الفاتحة هناك وتأبين يعني ليهم هناك، وان شاء الله يعني نقعد لنا بتاع نص ساعة هناك في الممر اللي هو حصل فيه الموت، وبعد كده هنروح نادي في مدينة ناصر هنجيب أهل الشهداء وهنعمل تأبين برضو ليهم هناك في مدينة ناصر، وطبعا ده كل ده بعلم القيادات الأمنية اللي احنا الحمد لله ما فيش تجاوزات ولا فيها نغلط في حد ولا أي حاجة، احنا ذكرى بالتأبين الأرواح الشهداء. وطبعا النادي احنا مش هنروح النادي، انا هنعمل ايه في النادي؟ انا هنروح في المكان اللي هم استشهدوا فيه بس، يعني ما سلمية؟ اكيد طبعا احنا لازم تكون سلمية، اللي احنا العنف مش في دمنا، يعني احنا اللي حصل الموت ده بنحكيه بعد كده، ان احنا يعني عندنا ناس محبوسة، فاحنا يعني بنقول للقيادات الناس دي محبوسة في أواضي يعني ايام ثورة، ف بنتمنى من الناس دي تخرج يعني، فالحمد لله احنا ده وعد مننا كلنا كمجموعة الناس المسؤولة، اللي احنا ما ينفعش ان احنا اي تجاوزات وكده، فما ينفعش التزام وكذا، الامنية تبقى عارفة خط السير بتاعنا وبدون مشاكل ولا بدون غلط في حد، ودي بلدنا بنخاف عليها يعني، طول عمر اقول دي بلدنا واحنا بنخاف على بلدنا يعني.